تقريبا إدارة الثروة السمكية والزراعية بنسبة من 25% ل 35%، وأحيانا بتوصل ل 40%. لما عملت تحليل وخدت نسب قليلة على البتر، لقيت فعلا نسبة الحديد والأمونيا ونسبة حاجات تانية في الدنيا ممكن. فده كان يعني كان التحاليل الأولية، وإن شاء الله لما أكمل التحاليل هتعرض في المؤتمر الجاي بإذن الله على مياه الصرف وعلى مياه النيل ومياه البحر. طب انت شايف حضرتك المنتج ده بالنسبه للحاصلات الزراعيه هينقي الحاصلات الزراعيه من اجل التصدير؟ هيمنع اهدار الثروه الزراعيه عشان المرض البكتيريا والعفونه الحاجات دي بتموت الزراعه، فهو تقريبا هيمنع الاهدار. فبمعنى الاهدار هو زياده الثروه الاقتصاديه. احنا والمنتج تناول انه ممكن وضعه على المياه وشرب المياه بعد كده، هل بالنسبه للزراعه تقريبا هيغير كمان في مواصفات الكواليتي بتاعتها. بالنسبه للميه هيبقى هو معمول بالاساس للميه، ان هو بيحول الميه لمياه شرب نقيه، والميه الملوثه لمياه شرب نقيه، الجرف والسرع لمياه شرب نقيه. طبعا بس انا كل اللي انا عملته على مياه الصرف الصناعي. شكرا لحضرتك.